استجابة لطلباتكم واستجابة لأسئلتكم واستجابة لرأيي فيما يتعلق بالحكم اللي صدر اليوم في المحكمة الابتدائية الاجتماعية، لأن الناس خاصة تعرف راه كاينين جوج ملفات. أنا راه ما غيتلحق لي نسب، ما أنا كان في نسب، يعني هذا الملف هذا أنا ما عندي به حتى شي علاقة، إنما كندوي معكم غير في إطار القانون. هذا ملف دابا في المرحلة الابتدائية لا ينتج أثر، هذا حكم تصدر، ما كاين دابا حتى شي الحاق ديال النسب، وما كاين دابا حتى شي ثبوت ديال النسب، وما كيكونش حتى في مرحله ديال الاستئناف، وكيكون في مرحله ما بعد مرحله النقد، يعني واحد المسيره مازال قدام، ومازال فيها واحد النقاش قانوني، ومازال فيها واحد المسيره واحده اخرى. الملف اللي كيتعلق بيا انا هو الملف اللي ما كيخليش هاد الدفاع انه يدوز. هاد الملف هذا ديال المحكمه الاجتماعيه الحمد لله فصلت فيه اخيرا. حنايا راه الطرف الاخر غادي تقدم بالاجراءات القانونيه والقضائيه، وفات تقدم بالاجراءات القانونيه والقضائيه فيما يتعلق بهذا الملف هذا، وكل حاجه كتاخذ السير العادي ديالها. الملف الاخر انا ارجو هاد الناس هادو انهم يساليو باش يخليو كاع الناس كلها ترتاح، خلونا حنا نرتاحو باش ان الملف هذا خاصو يدوز. الملف هذا حبسوه، ما خلاوش هاد الملف يدوز. كان عندكم واحد التخوف اللي هو اللي خلانا حنايا نتاكدوا بان راه عندكم معطيات على الملف اللي تصدر الحكم ديالو، لان كتاخروا هذا الملف على قبل هذا الملف ياك، رغم ان الملف الجنحي راه ما عنده حتى شي علاقه بالملف اللي تصدر فيه حكم اليوم، ما عنده حتى شي علاقه. هذا كيمشي في اطار القانون الجنائي، هذا كيمشي في اطار العقوبات الحبسيه، هذا كيمشي في اطار الجرم الجرائم اللي كيرتكبها الشخص واللي ما خاصوش انه يديرها، واللي كتكون مجرمه طبقا للقانون اللي كيتعاقب عليها. هو هذا الشيء ديال 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 نشر الصور وتوزيع الصور وديال المشاركه في الخيانه وديال الابتزاز وديال التهديد، هذه امور كتناقش في القانون الجنائي، ما عندها حتى شي علاقه مدونه الاسره. مدونه الاسره كلشي الناس عارفه باش شنو كتناقش، كلشي عارف. الملف الاخر كتناقش ما هو عقوبه حبسيه. انا بعدا شخصيا كجموع المحامون وجموع الناس ديال القانون في هذا البلد السعيد، هو ان عندنا هذا الحكم هذا عادي جدا، عادي جدا. هذا حكم كان متوقع. علاش؟ لان ضروري كيكونوا جوج اطراف كاينين في الملف، يا هالطرف يا هالطرف، اي طرف فيهم ملي كيتصدر حكم في صالح واحد طرف معين كاين الاخر كيقوم بالاستئناف. هذا حكم غير ذي اثر، لا ينتج اثرا. كيفاش لا ينتج اثرا؟ هو انه كيبقى حكم ابتدائي، ما عندوش شي حاجه اللي كطرا، حيت اثبات النسب ولا ثبوت النسب راه ما كيكونش في المرحله الابتدائيه. إيه تصدر واحد الحكم، ولكن تصدر حسب السلطه التقديريه ديال المحكمه الابتدائيه. كاينه محكمه الاستئناف اللي هي محكمه اعلى درجه، واللي هي كتستافوها خلال الاحكام اللي كتكون ابتدائيه، وعاوتاني كيعاود يتناقش هذا الملف من الاول وجديد بجميع معطياته واطرافه ومذكراته امام واحد الهيئه وحده اخرى، هيئه اللي كتكون اعلى درجه من الهيئه الاولى، واللي هي كتعاود تناقش هذا الملف من الاول وجديد، وعاد كتصدر القرار ديالها. من بعد كيكون محكمه النقد. عاد محكمة النقد هي محكمة قانون، هي اللي كتفصل بالاخر بقاعدة قانونية، والقاعدة القانونية اللي كانت دابت عليها المحكمة ديال النقد واضحة وبينة ولا غبار عليها، اجتمعت عليها جميع الغرف مجتمعة في قرارات محكمة النقد فيما يخص الأحوال الشخصية، بالأخص في هذا الموضوع ديال الشبهة في النسب. بمعنى المرحلة بقى طويلة. أنا اللي كنتفاجئ ليه هو أن الناس اللي المفروض انهم يكونوا ناس ديال القانون كيخرجوا عند الناس وكيبداو في المغالطات. راه كتخرجوا على عباد الله، عباد الله راه كتخرجوا على عباد الله ملي كتعطيهم واحد المغالطات اللي هي مكذوب عليهم فيها، ولا شي مغالطات اللي هي خطيره كتحاولوا تمروها، زعما بان راه هذا حكم تاريخي. راه الحكم ديال طنجه كان حكم تاريخي، وتوجهت محكمه الاستئناف ولغاتو باش باسم جلاله الملك، وطبقا لماذا؟ طبقا للشرع وطبقا للقانون، وجاوبات على الاتفاقيات الدوليه، وجات محكمه النقد وهي تجاوب عاوتاني ملغات داكشي كاع كامل، وجاوباتهم بما هو الشرع. اللي فهو الشرع. انا علاش هاد الناس هادو كيربطوني بهاد الملف؟ انا هاد الملف هذا ما عندي به حتى شي علاقه، ما عندي به حتى شي علاقه، راه ماشي كنتهمم به ولا علاش، حيت عارفه بان المسار ديالو طويل، وعارفه بان المسار ديالو ما كينتهيش في المرحله الابتدائيه، وعارفه بان المرحله الابتدائيه ما كتنتجش واحد الاثر معين في واحد النسب. راه كتقول لك ثبوت النسب حسب ما راجع امامها وحسب السلطه التقديريه ديالها. كتجي محكمه الاستئناف كتجاوب حتى هي، كتعطي واحد القرار استئنافي واحد اخر بناء على داكشي اللي راجع امامها ومناقشات والوثائق والاثباتات، وكتكون هيئه على درجه. كتجي عاوتاني محكمه النقد، ما كندويش على دابا، لكن هذا كيروج من 2019، راه مازال غادي يروج محكمه الاستئناف، ومازال غادي يمشي حتى النقد، وعاد النقد هو اللي غادي يفصل. والنقد الا جاوب مثلا راه ممكن يردوا الاستئناف، وممكن يرفض الطلب للطرف الاخر. بمعنى اجيو تضحكوا على الناس،
بواحد شي حاجه زعما اللي كتخرجوا فيها كتستعرضوا العضلات ديالكم، على الاقل شرحوا لهم القانون، شرحوا لهم ما لهم وما عليهم، شرحوا لهم هاد الامور هذه، وخليوا الامور تناقش داخل المحكمه.